الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأحد، انطلاقة أسبوع أخباركم لرصد متكامل من مواقع التواصل وأيضا الصحف الإلكترونية. بداية نرحب بعبد الحكيم. حياك الله محمد وحياكم الله مشاهدينا في رصد جديد وأخبار جديدة إن شاء الله معنا في حلقة الليلة. نبدأها كالمعتاد بالعناوين. في ذكرى عاصفة الحزم الثانية، القوات السعودية تصد هجوما للميليشيات الحوثية قبالة الطوال. الإسكان، صرف القروض العقارية على 6 دفعات واستقطاع 25% من دخل المستفيدين. متحدث العمل والتنمية الاجتماعية، الرفع بنظام يمنع عمل المرأة إلى وقت متأخر. خبراء، توقعات بانخفاض أسعار السلع الغذائية عقب دخول شركات أجنبية في السوق. إذن مشاهدينا تلك كانت أهم العناوين ومنها إلى التفاصيل. ما زالت القوات المسلحة السعودية توجه ضربات قاسمة للميليشيات الحوثية الإنقلابية، ففي الذكرى الثانية لعاصفة الحزم قتل 50 عنصر من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح اليوم، بينهم أحد القياديين. صحيح، جاء ذلك خلال هجوم استهدف نقاطا عسكرية سعودية، إلى أن القوات السعودية المشتركة صدته قبالة محافظة الطوال الحدودية في منطقة جازان. وقد استمرت المواجهات بين جنود القوات السعودية بمساندة المدفعيات من جهة، وبين الميليشيات الحوثية ساعة ونصف الساعة، ودارت في 5 محاور ابتداء من مركز الغاوية شرق محافظة الطوال حتى جنوب مركز الخوجرة في نفس المحافظة. واستدرجت القوات السعودية المهاجمين إلى محور واحد، ما أسفر عن مقتل 50 عنصرا من الميليشيات بينهم قائد الهجوم. محمد، لا زالت قواتنا تقدم أو تسطر أروع البطولات من خلال صد هذه الهجمات وصد كل عدو. صحيح عبد الحكيم، نسأل الله عز وجل لهم النصر والتمكين في حد البطولة والشرف. مشاهدينا إلى الخبر التالي. وافقت وزارة الإسكان مؤخرا على استقطاع نسبة 25% من دخل المستفيدين من القروض العقارية لصالح الجهات المقرضة، فيما حددت 6 دفعات ليستلم المستفيد المبلغ المقرر وفق نسب مختلفة تقوم الوزارة بالتحقق منها قبل الصرف. وكشفت اللائحة التفصيلية لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مساكن لمستحقي القروض السكنية عن إعداد الوزارة قوائم خاصة بكل مطوري ومستفيدي القروض السكنية الذين وقعوا مع المطورين اتفاقات تطوير عقاري. وأوجبت اللائحة على الوزارة صرف قروض المستفيدين لحساب كل مطور في حدود إجمالي قيمة قروض المستفيدين الذين وقعوا معه. طبعا محمد، هذا الموضوع أثار عديد من التغريدات من كافة المغردين حول أو التعليق حول هذا الموضوع بالذات. الإسكان موضوع شائك وسنرى الكثير، وطبعا التغريدات في دائما تكون مثيرة. خلونا نشوف أول تغريدة معنا. السعدي يقول: قولوا ما رح نعطيكم وريحونا. أيضا عبد الحكيم، تفاعل كان حاضر عبر منشن حساب أخبار 24 في الرد على هذا الخبر. ثانية كانت تقول: كان خلوها 15 دفعة لأن المبلغ 2 مليون. كذلك تغريدة أخرى يشتكي من قلة الراتب مقابل النسبة اللي راح يأخذونها، يقول: طيب إذا راتب هالآدمي ما يكفي ترى ذبحتونا 25% ليه؟ إذن عبد الحكيم، كان هذا أهم ما جاء في خبر وزارة الإسكان. ما زال لدينا مشاهدين الكرام العديد من الأخبار الليلة. متحدث العمل والتنمية الاجتماعية تفاعل عبر سلسلة تغريدات عبد الحكيم. صحيح. مع معوقات عمل المرأة في القطاع الخاص. مع الخبر التالي مشاهدينا. قال متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد بلخيل إن الوزارة تعمل على توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للمرأة، وذلك تعليقا على هاشتاغ بشأن معوقات عمل المرأة في القطاع الخاص. وأكد بلخيل في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر أن الوزارة بدأت
في تنفيذ برنامج نقل المرأة العاملة كمرحلة تجريبية بالرياض وجدة، مشيرا إلى أنه تم البدء في تفعيل مراكز ضيافات الأطفال والرفع بنظام يمنع عمل المرأة إلى وقت متأخر، مؤكدا أن هذه البرامج مشتركة مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف. صحيح محمد، هذه الخطوات من وزارة العمل أثارت الكثير من التغريدات، وعدد من المغردين كان لهم وجهة نظر حول هذا القرار. التغريدة الأولى معنا كانت حاضرة للريم التميمي، تقول ليه توظفونهن بأماكن غير مناسبة؟ ليه ما يفتحون أسواق نسائية ومستشفيات نسائية إذا يحترمون المرأة؟ أيضا في تساؤل آخر عبر التغريدة الثانية بشأن عمل المرأة في القطاع الصحي الخاص، تقول التغريدة والممرضات السعوديات بنات البلد اللاتي يعملن بشفت العصر والليل، ما مصيرهن؟ هل يشملهن القرار أو لا؟ صحيح دكتور حمد القاضي كان حاضر في هذا الموضوع وذكر عدد من المعوقات في عمل المرأة، يقول من ضمن التغريدات مشكلة النقل، هذه واحد، بيئة العمل، عدم توفر دور حضانة، الإجازات والعمل بالليل، وزارة العمل دورها حلها. صحيح، إذن هي جملة من الاقتراحات جاءت في هذا الوسم مشاهدين الكرام، تعكف وزارة العمل بإذن الله تعالى على دراسة العديد منها. إلى الخبر التالي، توقع مختصون ورجال أعمال أن يسهم دخول شركات أجنبية جديدة في خفض أسعار عدد من السلع الغذائية بالسوق السعودية بنسبة 15%، وأن يسهم كذلك في زيادة الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية خلال الشهور المقبلة بإذن الله. تأتي هذه التوقعات على خلفية دخول شركات أجنبية للسوق السعودية من 6 دول، هي تايلاند، ماليزيا، إندونيسيا، فرنسا، ألمانيا، عمان، وما ستقدمه هذه الشركات من حملات ترويجية وتنويع في المنتجات مثل المياه المعبأة والتونة والحليب المجفف. يذكر أن 6000 شركة أجنبية متخصصة في مجال السلع الغذائية والاستهلاكية تعمل في السوق السعودية، وأن المملكة تستورد ما نسبته 20% من السلع الغذائية للاستهلاك المحلي. طبعا محمد، هذه التوقعات أكيد راح يكون للمغردين نصيب كبير في التعليق حولها وإيضاح العديد من الآراء التي تتعلق بهذا الموضوع. أول توقع معنا أو أول تعليق على الموضوع أو التوقع، 15% فقط اللي راح يصير هو إفلاس الكثير من التجار الجشعين وخروجهم من السوق، وسنرى بعض السلع بأقل من أسعارها بنسب ما بين 50% و200%. يا رب. الآراء كانت متعددة عبد الحكيم حول هذا الخبر وانضمام شركات جديدة للسوق السعودية. الآن التغريدة الثانية تظهر معنا على الشاشة وهي ساخرة بعض شيء، يقول المغرد شيء يرتفع عندنا والله ما ينزل عندنا، تجار يخافون الله مرة علق كثير. طبعا التغريدة القادمة هي غير متفائل صاحبها بالتوقعات هذه، فيقول كله كلام بدون مصداقية الأسعار في ارتفاع، ولن تدخل أي شركة أو مستثمر أجنبي في ظل هذه الرسوم المرتفعة جدا للكهرباء والأمانات وغيرها. انضمام شركات جديدة إلى السوق السعودي يعني يهتم به أخباركم الليلة، وللحديث عنه بشكل أكبر وعن هذا الانخفاض المتوقع تحديدا ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ سالم بالأخشر، وهو عضو لجنة صناعة المياه والعصائر بغرفة جدة. حياك الله أستاذ سالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر السلام ورحمة الله وبركاته على المداخلة. حياك الله أستاذ سالم. أبدأ معك، كيف ترى أثر دخول شركات جديدة وانفتاحها على السوق السعودي؟ هل سنشهد زيادة في تنافسية الأسعار؟ أكيد أخي الكريم، أولا في تنافس الآن في شركات أجنبية طبعا لدخولها للسوق السعودي، كون السوق السعودي من أقوى الأسواق في المنطقة والله الحمد. في شركات أوروبية وخليجية عربية تطمح لها يكون حصة سوقية في سوق المملكة، وإن شاء الله هذا بيكون في الفترة القادمة ملموس للمستهلك وللمواطن
الدرجة الأولى بيكون الشيء هذا إن شاء الله. بإذن إن شاء الله. أستاذ سالم، دعني أتحدث معك عن السلع اللي يتوقع أنها تشهد انخفاض في الأسعار. نعم، انخفاض في الأسعار، إحنا الآن بنتكلم عن الألبان. الألبان هذا شيء ملموس إن شاء الله بيكون في الفترة القادمة. ممتاز. إن شاء الله بإذن الله تعالى. سلطنة عمان الآن دخلت السوق السعودي بشركات معروفة عندهم في السوق العماني، دخلت للسوق السعودي وهذا شيء ملموس في الفترة اللي مضت. وبالنسبة للأسعار تكلمنا كثير في المواضيع هذه، الأسعار لنا الآن بيصير العرض أكثر من الطلب. تمام. عندنا في الموضوع هذا، وإن شاء الله نطمح أنه يكون في شيء ملموس في الفترة القادمة هذه. طيب أستاذ سالم، كيف تعلق على عدد من التغريدات اللي كانت حاضرة معنا عدم تفاؤلهم في نزول الأسعار، خصوصا مع وجود ارتفاع في فواتير الكهرباء، الماء، العمالة؟ كيف يمكن يعني الإجابة على مثل هذه التشاؤمات إن صح التعبير؟ احنا حقيقة لا ننظر للمواطن السعودي الذي لم ينزل برا المملكة، الذي يسافر برا المملكة بيشوف المعيشة كيف المعيشة تصير. ننظر لدول الخليج كيف المعيشة بيصرف المواطن الخليجي كمصاريف ومعيشة وكذلك. احنا الحمد لله ننظر مصاريفنا الشهرية في فرق، أنا بقول 70% أو 60% بيننا وبين دول الجوار، ما نبتك بعيد يعني دول المنطقة، الخليج، الإمارات، قطر، الكويت. طيب أستاذ سالم، أنت حدث قبل شوي عن الألبان، وش السلع الثانية اللي تتوقع أنه تشهد انخفاض كبير أيضا؟ الأرز، برضو الأرز احنا في نزول في الأرز كمان. شركات المنافسة الآن بتلاحظ الآن السوبر ماركات الكبيرة والصغيرة هذه الهايبرات والميني ماركت عروض بصفة أسبوعية بتسوي في الأرز، عروض ترويجية هذه، وهذا يعتبر انخفاض وليس أنها عروض ترويجية، بس هو الانخفاض هذا ما بينزل بالدرجة الذي اللي يبغاها المواطن بالسرعة هذه، هي بينزل مراحل. تمام. إذن هي يعني سالم نقدر نقول بداية استجابة من التجار المحليين في مسألة تخفيض الأسعار، خصوصا مع أخبار انضمام شركات جديدة تمرد السوق السعودي بالسلع الاستهلاكية. أنت الأستاذ سالم بلخشر، عضو لجنة صناعة المياه والعصائر بغرفة جدة، شكرا لك على هذه المداخلة. مشاهدينا إلى الخبر التالي. ألغت الشركة السعودية للكهرباء عقود عمل 45 موظفا سعوديا اعتبارا من الأول من شهر مارس من العام 2017 الجاري، وأوقفتهم عن العمل. يأتي ذلك بعد أن أبلغت الشركة الموردة للعمالة بإلغاء العقد الموحد لتوريد العمالة معها، طالبة منها إبلاغ موظفيها بذلك. ونص الخطاب الذي وجهته شركة الكهرباء للشركة الموردة للعمالة وفقا لصحيفة سبق الإلكترونية على تالي: نظرا لانتهاء العقد الموحد في الشركة وعمل عقد جديد، فإنه نأمل إلغاء عقود عمل جميع العمالة الموردة بالعقد الموحد القديم، حيث تم إلغاء بند توريد العمالة على العقد الجديد من تاريخ 1/3/2017 ميلادي. صحيح محمد، خبر إلغاء العقود من شركة الكهرباء لقي تفاعل كثير وتعليقات عديدة، سواء من موظفي الشركة أو حتى من خارج الشركة. نقرأ التغريدة الأولى معنا اللي تظهر على الشاشة، العتيبي العقارات يعطينا معلومة، يقول للتوضيح شركة الكهرباء ألغت عقدها مع أحد المقاولين وهي فصلت موظفينا. محمد السهلي أيضا رد برأي مختلف، يعني كان شوي متشائم، يقول فيه والتغريدة تظهر الآن معنا على الشاشة، حيث يقول محمد: للأمانة ما عاد فيه أمان وظيفي في السعودية، والمشكلة اللي حاربك سعودي مثلك لجل يجيب غير سعودي محلك، كما عبر السهلي. صحيح. رأي آخر من مغرد آخر كذلك يتحدث عن خبر إلغاء العقود، فيقول: لماذا لا نقول أن الشركات تتجه لتصفية الشباب غير المنتجين؟ الوظيفة ليست ورث شرعي لك طول عمرك،
بل لمن هو أهل بالإنتاجية والعمل الدؤوب. رأي طبعا جيد يعتبر، يعني أرى هي كانت متباينة عبد الحكيم حول هذا الخبر. مشاهدينا إلى الخبر التالي. علقت إدارة الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة على قضية الطفل جسار والذي تعرض لخطأ طبي، وأوصى الأطباء ببتر يده مبينة أنه حدثت مضاعفات للطفل بعد أخذ الجرعة أثناء محاولة إنقاذه من حالة تشنج بمستشفى نمرة العام بالمحافظة. وقالت في بيان مقتضب أنه سيتم إجراء تحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر وفقا لنتائج التحقيقات. وكان والد الطفل جسار وهو أحد الجنود المرابطين بالحد الجنوبي فوجئ بتعرض طفله الذي لم يتجاوز عمره 9 أشهر لخطأ طبي بعد حقن الطبيب لشريان يده بدلا من الوريد، بما عرض يد الطفل للشلل حيث أوصى الأطباء بضرورة بترها. في حين طالب والد الطفل المسؤول بضرورة نقل طفله للمستشفى التخصصي بجدة أو لخارج المملكة لعلاجه، لافتا إلى أن هناك فرصة لإنقاذ يد الطفل في غضون 48 ساعة. إذن مشاهدينا هذا الخبر المؤسف حقيقة لقي تفاعلكم عبر آراء عديدة طرحت عبر تويتر ووسائل التواصل الأخرى. التغريدة الأولى تظهر الآن معنا على الشاشة وكانت تتحدث قائلة: ليت الوزارة وجهت بسرعة إخلاء الطفل بدل التعقيب المستهلك اللي يتردد بشكل شبه يومي بسبب محلات الجزارة، عفوا المستشفيات الحكومية كما عبر ماجد. صحيح. مغرد آخر محمد كان له وجهة نظر حول الموضوع وكثير من التغريدات كانت حاضرة، لكن هذا المغرد كان يتحدث عن أنه يجب إلغاء اللجان الطبية الشرعية وهي المخولة بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية لتأخرها في الأحكام وإحالة القضايا للمحاكم الجزائية. ناصر المهنة عبد الحكيم كان آخر المغردين معنا في هذا الخبر، حيث تظهر الآن تغريدة ناصر على الشاشة والتي يقول فيها: لابد من أن يحاسب كل مقصر في حق هذا الطفل وفي حق كل ضحايا الأخطاء الطبية. ونحن أيضا نذكركم مشاهدينا أن اللجنة الشرعية وهي لجنة مستقلة عن وزارة الصحة بدأت أعمالها في التحقيق، ومن المتوقع أن تصدر بيان بالنتائج التي توصلت إليها خلال 72 ساعة القادمة. صحيح، سيكون لنا إن شاء الله متابعة في البرنامج في حال حدث شيء جديد في القضية. أنا محمد راح أعلق تعليق بسيط حول القضية، أنه مثل هذه القضايا الإنسانية اللي إحنا نشوفها كل يوم ويروح ضحيتها أطفال، نتمنى فعلا أن يكون في مسؤولية، يكون في محاسبة فعلا لمن يعني يخطئ في مثل هذه القضايا، وكذلك أنها فعلا يكون في عناية أكبر حول مثل هذه القضايا حتى ما نشاهد مثل الطفل الجسار. إذن مشاهدينا نبدأ الآن مع مشاركاتكم، وهذه المرة بإنجاز كبير لشرطة العاصمة الرياض حيث طاحت ب6 جنات في قضيتي سلب قائدي السيارات عنوة، والمقطع المتداول والمنتشر منذ يوم أمس. تابعوا المقطع وشكرا لرجال الداخلية. نشاهد. عدنا لكم مجددا، ما زلنا عبد الحكيم متواصلين مع مشاركات صحيح. الجمهور ومع هذا الشاب الذي انشغل بجواله وهو يقود سيارته، فكانت النتيجة كارثية ولكن نجا منها بحمد الله. نشاهد. شوفوا هذا توم سمحي حالي، شوفوا البيبي شلون جاية، والسلم الرجال ما به الا العافية، والسبب كله الجوال. الله يكفينا. شوفون الله يعين. الله يعين. سمحي حالي، شوفوا البيبي شلون جاية، السلام الرجال ما بهلا. مشاهدينا تلك كانت آخر مشاركة معنا في حلقة الليلة. شكرا عبد الحكيم. شكرا محمد، وشكرا لكم مشاهدينا على طيب متابعتكم. رصد جديد وأخبار جديدة إن شاء الله في حلقة الغد. حتى ذلك الحين نتمنى لكم وقتا ممتعا. إلى اللقاء.